درسنا لهذا اليوم سيكون إن شاء الله استئناف للدروس البقية. و where can I get this cleaned؟ Describe what is happening in the picture. How do you think these people are feeling؟ أوكي، إن شاء الله راح نقرأ المحادثة وبعدها نبدأ بالشرح. Okay, هذه المحادثة this conversation occurred between those two people. Okay, Sandy and Mary. Okay, let's get started. Watch out. Oh no, you got coffee on your shirt. Just my luck. What am I going to do now? I've got my violin recital this afternoon. I could lend you a spare t-shirt if you want. Thanks. But I really need this shirt. Do you know where can I get it is cleaned? It has to be really fast. Well, I think there is a dry cleaner in the mall across the street. Or you can try the dry cleaners on Washington Street. It is next to the King Building. Okay, I will try the mall first. Where was the other one? It is a small dry cleaners next to the King Buildings on Washington, about two blocks from here. Which one is the King Building? It is that big glass office building just past the park. It has a green glass dome on the top. Okay, maybe I will just go buy a new shirt in the mall. What do you think? That might be faster. Okay. واتش اوت طبعا معروفه هي هذه يعني فد عباره تحذيريه شخص من نقول له انتبه اوكي ما نترجمها بترجمه حرفيه ونقول له تنشن لا هذه واتش اوت احذر اوكي يو جوت كوفي اند ماي شيرت هذه سهله جاست ماي لك هذه فريز شخص من يكون غاضب اوكي او فرستريتد يعني جاست ماي لك هذه يعني كل الثقافات كل الشعوب يتكلمون عن الحظ عندما يصير عندهم يواجهون مشكلة اوكي هاي الفايلن ريسايتل هذه ريسايتل سوري هذه آلة موسيقية معروفة الفايلن ريسايتل اوكي الريسايتل يعني هي جلسة اللي يقدمون بها هذا النوع من الموسيقى اوكي I could lend you a spare t-shirt اريد تنطوني الفرق بالتعليقات شنو الفرق بين لند وبرو يعني حتى لو تكتبوها بالعربي تكتبون كلمة لند وبرو وتشرحوا لها بالعربي ما عندي مشكلة بس اريد يعني اشوفكم او اشوفكم مش تعرفون شنو الفرق بين لند وبرو ثانكس هنا ما بيها شيء لا عندي مول طبعا انا هم استمع ممكن يعني اكو شغلات انا بديهيا اشوفها سهله ممكن طالب يعني مثلا ما مر عليه او طالبه ممكن يريد يسال او يستفسر شنو هذه المعنى فلا تترددوا نسالوا بالتعليقات وانا ايضا راح اوفر لكم انا موفر طبعا بالمناسبه رابط للبرنامج جوجل ميت اوكي موجود هذا جوجل ميت وان شاء الله هم راح اسالكم باكتيفيتيز وانطيكم عليه درجات اللي يشارك او يشارك انطي عليه درجات يعني مثلا كنت تكون مشاركات شفوية او يعني هي يعني ماكو فد شيء صعب هو كله راح يصير يعني فد شيء شفوي مجرد انه اعرف ان الطالب حاضر بالوقت ويحب يشارك او الطالبة راح يصير عليه ان شاء الله يعني درجات وممكن تكون يعني بين طلاب اثنين او طالبات اثنين راح يصير يعني مثلا بس صوت طبعا بهذا البرنامج اوكي anyway انا ما عندنا بعد شيء يعني كلماتها كلها سهلة وواضحة طبعا هنا شنو هذه هذه كلها دا يأهلنا انه يعني كيف نوصف مكان يعني من شخص يسألنا someone ask us about certain place okay how do we supposed to describe the place in a specific way or rather in adequate way يعني نوصف المكان بطريقة دقيقة اوكي okay.
فننتقل للصفحة اللي بعدها، أو لا خلي نشوف هنا ايش عندنا اللي فوق. أوكي، the world's first shopping mall، يعني شنو هذا؟ أول مول التسوق في العالم. أوكي، اللي هو وين؟ جراند بازار في اسطنبول. يعني هواي عراقيين زايرين هذا المكان، الجراند بازار باسطنبول. يعني هذا من أقدم المولات في العالم في تركيا. is the world's oldest shopping mall built in the 40s. يعني هذه بنية في in the 1400s، يعني هذا بالقرن الرابع الميلادي. when more than 4000 shops and restaurants، أكثر من 4000 متجر أو محل تسوق والمطعم. more than 331,000 square meters of shopping. What can you buy there? Antiques, books, carpets, rugs, cameras, jewelry, leather goods, maps, print, silks or silk, wood products and thousands of other things. Okay. Where would you like to go shopping? Okay. هذا يعني سؤال يوجه لكم للطلبة. Where would you like go shopping؟ يعني شو المكان اللي تفضل الذهاب إليه والتسوق منه؟ أوكي؟ يعني إن شاء الله عن طريق الجوجل ميت نسوي يعني الأيام القادمة إن شاء الله أسوي لكم يعني لايف سيشن عن طريق الميت، وتكون يعني بيها لايف بارتيسيبيشن مشاركة بشكل مباشر. اوكي، ننتقل للي بعدها. asking where services are located. انا ماكن الخدمات العامة. excuse me where can I get my shirt cleaned. او هذه الثانية الاوبشن الثاني. excuse me do you know where I can buy a new shirt. انتبهوا هنا بطريقة السؤال، هنا بادية بوير وهنا بادية do you. هنا اذا نبدا يعني هذه يعني شغله قواعديه بس حتى اللي يعني تستفيدون من عندها. اذا نبدا مباشره بسؤال مباشر مو بسؤالين، لان اكو جمله تصير بها يعني سؤالين، هنا do you know وبادي وير، هنا راسه يعني دايركتلي وير. فنشوف اذا نبدا بهذه راسه راح يكون الفعل المساعد ياتي بعد الاداه. وير كان اي جيت ماي شيرت كلين، لكن اذا بدينا بسؤال ما راح نحتاج الفعل المساعد يكون ورا الاداه، لان باعتبار هذا صارت يعني سؤال عادي. هذا السؤال الاولي دو يو نو، هذا السؤال كانه هنا علامه استفهام. وير اي كان باي ا نيو شيرت، فشوفوا هنا موقع الفعل المساعد اجى بعد الضمير اي. هنا الفعل المساعد اجى قبل الضمير اي، بس انتبهوا لهذه المساله وهذه مساله قواعديه حبيت افيدكم بها. اوكي، do you know where I can buy a new shirt. I think there is a dry cleaners in the mall across the street. او الطريقة الثانية I think there is a dry cleaners on the corner of Lincoln Avenue and Lee. عندنا الطريقة الثانية you can try the store on Washington Street. It is next to the King Building. أو it is about two blocks from here. أوكي، هنا عندنا practice، فهذه قلنا بنشوف هذه العلامة إنه عندنا audio tracks. أوكي، فننتقل نستمع سوية للاوديو تراك. give it a try. 1. asking where services are located. practice 1. listen to the example. Then, ask your partner where you can run three of the following errands. Your partner will look at the map to find the answers. Reverse roles. Excuse me. Where can I get my shirt cleaned? I think there's a dry cleaners in the mall across the street. Okay. سلطان يعني هو استخدم هذه الطريقة الأولى. كذلك هنا الطريقة الأولى.
اوكي هنا نريد نحن نطبقها على هذه المعلومات اللي هو منطينا اياها اوكي ومنطينا طبعا ماب شنو هنا ask your partner where you can run three of the following errands اوكي يعني شنو معناتها يعني معناتها تسأل زميلك انه يعني شنو باستطعت ان يؤدي ثلاثة من هذه المهام اللي هي ستة اوكي run three of the following errands ثلاثة من هذه المهام الستة your partner will look at the map and find the answers reverse rule طبعا هذا مثل ما قلت لكم بالبداية هو يعني هذا كلش مهم يعني بالنسبة لكم بالنسبة كمستخدمين اللغة الإنجليزية describe specific or adequate places when someone asks you about specific activity or specific place or specific mall okay you can rely on the map to describe the specific place يعني not just only on map you can describe the place orally واللي هو شفويا اوكي طبعا هذه شنو هو يعني مثلا هنا check your meal هنا عندنا مثلا meal package هنا باي سامسبرين هنا من نشوف شنو الايميل الايميل الالكتروني لازم وين نروح هنا نشوف هذه اسماء هذه البنايات زين فهذه شنو هو جونز انترنت كافي اذا هنا شنو لازم هنا لازم يعني نتفقد او نشوف الايميل مالتنا يعني في حال انه احنا مثلا مو بالبيت طالعين مثلا عندنا شنو خلينا نشوف بعد الاسبرين الاسبرين معروف وين بالصيدليات اوكي فنشوف وين هنا هذه كلاركس فيرمسي اوكي صيدلية كلارك شنو بعد عندنا عندنا get your coat cleaned هذه in call and dry cleaners هذا شنو احنا لازم نوصف يعني بشكل دقيق اوكي سواء على الماب او اورالي زين طبعا نستخدم هذه الكليشه هذه زين فالاولى راح نستخدم هذه check your email راح تصير excuse me where can I get my email checked اوكي where can I get my email checked او الطريقه الثانيه هذه do you know where I can check my email where I can check my email اوكي نجي للجواب هذا باعتبار اي شخص اللي يسال والبي اللي يجيب على السؤال وكيف اصير بهذه الطريقه ناخذ الطريقة الأولى I think there is a Jones Internet Cafe on the corner of Washington Street okay هذه on the corner of Washington Street هذه بالنسبة للنقطة الأولى ناخذ النقطة الثالثة okay ناخذ الثانية حتى ننوع excuse me do you know where I can get my coat cleaned where I can get my coat cleaned اوكي فنشوف للماب اوكي هذه لينك call in the dry cleaners فصار الاجابة you can try the link call in dry cleaners on Lincoln Avenue about two blocks from here okay هذا بالنسبة للنقطة الثالثة النقطة الخامسة buy some aspirin شراء بعض الأسبرين okay excuse me where can I get some aspirin or where can I buy some aspirin okay I think there is a pharmacy on the corner of Esrin Road okay نعيدها
I think there is a pharmacy on the Esfran Road. هذا بالنسبة practice 1. هذه هنا نفس التمرين بالضبط التمرين السابق. يعني ما بي فد شيء بس انه منوع المواضيع. اوكي. هذه ايضا تشوفون هذه التوبكس. واضحة هنا يعني كل توبك يتعلق هنا مثلا هنا عندنا الهير كات. اوكي. هنا نشوفها مثلا الهير ووركس وهكذا. ننتقل اللي بعدها. فهنا ايضا وصف البنايات. 2. Describing buildings. Practice. Listen to the example. Student A covers the information for student B. Student A asks student B about three of the following buildings. Student B will describe the building and say where it is located. Reverse roles. Which one is the King Building? It's the big glass office building, just past the park. هذه. يعني هسه نعطينا مثال هنا. For example, it is the big glass office building just past the park. Okay. طبعا هنا نعطينا كل بناية وأمامها الوصف مالتها. فاحنا شو راح نعرف مثلا البوليس ستيشن؟ راح نعرفها من خلال الوصف. اوكي. وهنا ايضا يعني لازم نستخدم هذه المفردات across from, near, just before, between, next to, just after, on the corner, behind. هذه معروفه كلها ما بيها شيء صعب. ف number one يعني اذا اردنا نستخدم هذه نستخدم هذه الكليشه نربط وياها. Which one is the police station building? Which one is the police station building? هنا ايش منطينا؟ يعني short red brick building. لازم نعرفها هنا بالبداية على مود نعرف يعني نوصف يعني مثلا هي شنو اللي بصفها بيا الشارع وين تصير بالضبط. نشوف شنو short red brick building. أول شيء لونها حمراء فهنا عندنا اثنين هذه حمراء وهذه حمراء. فهنا ايش قال لنا؟ قال لنا short إذا هذه. زين؟ هذه فراح يصير السؤال نعيده كالتالي which one is the police station building. اوكي فناخذ هذه الكليشه it is the short red brick building just او نقول on the corner of center street. اوكي on the corner of center street هذه نصار بالزاويه فهذا اللي يكون الوصف الدقيق لان هنا ايش منطينا؟ منطينا هذه فنقدر نغير يعني ما نستخدم بس هذه يعني جاست باس هذه لا هذه تكون متغيره هذه نغيرها نستخدم هذه الكلمات حسب موقع كل بنايه. اوكي هنا منطينا الثاني ذا ساينس ميوزيوم متحف العلوم. Which one is the science museum? اوكي فقبل ما نجاوب لازم نعرف هنا حتى نعطي الوصف الدقيق ال adequate description. فهنا ايش منطينا؟ old grey stone building with pillars. old grey stone يعني بنايه قديمه مبنيه من الحجر الستون. اوكي with pillars شنو هو؟ pillars اللي هي الاعمده هذه. اوكي هذه فشنو بصفها؟ بصفها بارك. فإذا باللغة الإنجليزية نريد نقول شيء بصف شيء نقول next to. اوكي فايش راح تصير؟ فنعيد السؤال which one is the science museum building. اوكي فتصير it is the old grey stone building with pillars next to the park. next to the park استخدمنا هذه preposition. اوكي شنو عندنا بعد؟ عندنا الثالثة the Grand Bank Tower
round glass tower. هذا استخدمها بالمثال الأول، هذا round glass tower. Okay. استخدم الأخيرة. The city reference library. Okay. مكتبة المدينة. Tall black office tower. هذه ماكو غيرها. Okay. فنستخدم الكليشة اللي معطيناها. Which one is the city reference library? It is the tall black office tower behind the police station. Behind the police station. Okay. هذا كل بالمام الموضوع بالنسبة لهذا ال practice. Okay, طلاب ننتقل ال Part 1. Listen to this. Part 1. Listen to the conversation between Kumiko and her friend Bruce. What does Kumiko want to buy? طبعا هذا السؤال الأول. What does Kumiko want to buy? فخلوا بالكم. السؤال الثاني حتى من يعني ما نضيع وقت ونستمع مرة ثانية. Listen again and write the letter of the building next to the correct name. خلي بس اشرح لكم بالبداية. هذا اثناء الحديث راح يصير شنو هو؟ وصف عن هذه الاماكن. اوكي. لازم شنو احنا نعرف من خلال الاستماع والاصغاء للمحادثة نعرف كل بناية. شي مثلها يا حرف من خلال الوصف اللي راح يدور بين هؤلاء الاثنين. اوكي. والثالث هذا يعني سهل هذا يعني شنو Describe the location of each building in the picture. What do you think is in each building? أنا راح أختار لكم واحد أسوي له description. Okay. وهكذا. فنستمع again. Hi Kumiko. Hey, what's the matter? It's my boyfriend's birthday tomorrow and I have no idea what to get him. No ideas at all? Well, he needs a new baseball glove. I just went to the athletic center, but I couldn't afford the one he really wants. Everything there is way too expensive. Did you try Sports World? I've never heard of it. It's a brand new store, so they're having all sorts of opening week specials. Almost everything is 30 or 40% off. Great! Where is it? On Duncan Street. Where is it on Duncan? Do you know the Manning Building? Is that the big yellow office building beside the Metro Hotel? No, that's the Manu Life building. The Manning building is the tall glass building across from the hospital. It has a restaurant and observation deck at the top. Okay, I know where it is then. Sports World is right beside that. I'll go over there right after lunch. Thanks. Glad to help. Good luck. اوكي طلاب قبل ما ابدا بالشرح بس اريد اعطيكم ملاحظه هذا اللي سمعتوه اي شيء نستمله هذا كله موجود بنهايه الكتاب صفحه 115 يعني حتى يساعدكم ان تستمعون هذا مره ثانيه تستمعون هذا الكونفرزيشن او اي كونفرزيشن ممكن ترجعون الصفحه 115 اغلب مو كلها اغلب الشغلات اللي يعني هي اوديو ممكن تلقوها على شكل ترانسكريبت اون بيج 115 هي 15 اوكي زين بالبدايه what does Kumiko want to buy اوكي فاني سويت لكم هذا على مود يعني سهل عليكم الحفظ الوورد اوكي what does Kumiko want to buy a new baseball glove اوكي هذا بالنسبه للسؤال الاول هنا السؤال الثاني listen again and write the letter of the building next to the correct name هنا منطقنا A, B, C, D فمن خلال الوصف تقدرون ترجعون للdescription حتى يعني تعرفون شلون كل وصف يعني يقصد به أي بناية لازم نخلي قدام الحرف الصحيح مثلا المترو هوتيل السبورت وورد المانينج بيلدينج المانيولايف بيلدينج طبعا هو حوارهم دار عن السبورت وورد اوكي من سألها يعني
أو من سئلت انطت وصف غلط فهو دي صحيحة. فإحنا يعني من خلال الوصف عرفت إنه كل بناية تمثل أي حرف. فأنتوا هذا شنو تقدرون يعني ترجعون مثل ما قلت لكم تستمعون مرة ثانية للليسنينج هذا اللي هسه استمعنا له، وبالإضافة إلى ذلك ترجعون للمانوسكريبت الترانسكريبت سوري على صفحة 115. فالمترو هوتيل هو حرف سي اوكي، والسبورت وورد اللي هم يتكلمون عنه اللي دار حوار عنه بي، والمانينج بيلدينج اي، والمانيولايف بيلدينج دي اوكي. بس خلي اشوفكم اياه بالصوره، هو هذا اللي يتكلمون عنه سبورت وورد بيلدينج هذه اوكي. زين هنا ايش منطينا؟ هذا خلصنا من عندها. منطينا الديسكرايب ذا لوكيشن اوف ايتش بيلدينج اند ذا بيكتشر، ما يحتاج لان هو كله نفس اللوكيشن، فراح اختار لكم واحد اوكي. وات دو يو ثينك از ان ايتش بيلدينج اوكي، نتكلم عنه. فراح نتكلم عن اللي هو نفسه هذه بي. ويتش وان از ذا سبورت فور بيلدينج؟ ات از ا شورت اورنج بيلدينج نيكست تو مانينج بيلدينج. هذه short orange building next to Manning building. هذه Manning building اللي هو اي اوكي. هذه فهنا يعني يريد يوصف شنو بداخل هذه السبورت، هو من اسم سبورت وورد يعني شنو امور متعلقه بالشغلات الرياضيه اوكي. I think there are sport suits and stuffs اوكي. أو بالأحرى stuff، لأن هاي الكلمة ما تجمع أوكي، معناها أشياء أو حاجيات وهكذا. لهنا أنا يعني نوصل لختام الدرس، وأتمنى استفاديتوا من هذا الدرس. وأي شيء يعني عندكم استفسار حتى لو شغلات خارجية متعلقة بالمادة، أنا أيضا يعني أقدم لكم إن شاء الله المساعدة. ولا تتردون بأي سؤال يتعلق بالمادة ويتعلق باللغة الإنجليزية، أنا موجود بأي وقت تقدرون تسألون. أتمنى لكم التوفيق.